تسمى ملعب الطيب لميري، برشا بيبليك سي سي طالب بتغييره باسم محمد العقر. شوف حمادي العقر باسم كبير، وقت لي قلت له قال لي لا، قال لي راهو الطيب لميري، قال لي ما يقل الشأن عليا انا، قال لي بالنسبه ليا ما نجموش نبدلو، قال لي طيب لمهيري قدم لصفاقس، وبالتالي انا راهم فهم برشا عباد يحبوا يبدلوا الاسم، قال لي ما تبدلوش، واحنا ما نجموش نبدلو اسم الملعب الطيب لمهيري، لانه الطيب لمهيري لا يقل الشأن عن اي واحد قدم للبلاد هذه حاجه. دونك وقت اللي حطيناه ان شاء الله في ملاعب اخرين عندنا مدينه رياضيه قاعدين باش نبنيوها ان شاء الله، نجمو نحطوا معناها اسم حمادي العقربي في مؤسسه اخرى، ولكن الطيب لمهيري كيف كيف اسم كبير وقدم للبلاد. دونك انه فو بانيي العباد اللي 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 قدمت حاجه للبلاد هذيا باش نبدلوا، نقولوا خاطر طيب لمهيري مش ولد بلاد. دونك راهو الناس قبل وقت اللي كانت تقدم للبلاد هذيا ما كانش يقول انا صفاقسي ولا انا قروي ولا انا سهلي، كان يقدم لتونس وكان وراه دربوا تونس، وبالتالي انا راني ضد فكره التبديل ومانيش مش نبدلها على الاقل في ظل وجودي على راس البلديه.